يسعد صباحك رشا. صباح الخير هايدي. رمضان كريم. رمضان كريم عليك. ينعاد عليك بكل الخير والصحة يا رب عليك وعلى عائلتك هايدي. بدي صبح عليكم مشاهدين الإخبارية السورية، صباح الخير لكم. بدنا نقول رمضان كريم، إن شاء الله هذا الشهر يكون شهر الخير والعطاء، شهر المسامحة والبدايات الجديدة بحياتنا كلياتنا. كلياتنا اليوم بحاجة لبدايات حلوة، وخاصة بعد الظروف يلي مرقنا فيها، إن كان خلال شهر شباط بكارثة الزلزال أو كان بسنوات الحرب. دائما أرواحنا اليوم بحاجة للترميم وبحاجة للبداية، فيا رب هذا النهار يحمل الخير والبركه والعطاء والبحبوحه الحلوه. قلت نرمين ان شاء الله يا رب. يسعد صباحك رشا، ويسعد صباحكم مشاهدينا ومشاهدي الاخباريه السوريه من وين ما كنتوا عم تتابعونا. عم نطلع عليكم بثالث ايام شهر رمضان المبارك، يعني ايام مباركه ان شاء الله يا رب تحمل كل الخير والفرج والاماني المستجابه وكل الشغلات، يعني المعاني اللي بيحملها من التسامح، من المحبه، من التالف بين كل الناس. بما انه الصيام بهذب النفوس وبيطهر القلوب، فقبل ما تصوموا عن الأكل والشرب أكيد صوموا عن النفاق، عن الحقد، عن الكراهية، عن كسر الخواطر، عن كل الأمور يلي سيئة يلي كنتوا تعملوها. وأكيد خليكم جنب بعض، ساعدوا بعض وحنوا على بعض، خلوا إيديكم دايما ممدودين لفعل الخير. يسعد صباحكم. خلونا نطلع على فاصل صغير ونرجع نبدأ أولى فقرتنا لليوم. وقبل ما نروح لفقرات صباحنا غير لليوم، خلونا نروح لفقرة هل تعلم ونشوف فريق الإعداد شو محضر لنا من معلومات لليوم. هل تعلم بأنه الصيام له فوائد نفسية لا تحصى؟ أهمها أنه بيحد من أمراض النفسية كالاكتئاب، القلق والأرق، فهو حافز يولد القدرة على تحمل ضغوط الحياة ومواجهتها، مما يؤدي إلى الاستقرار النفسي. وهل تعلم بأنه بحسب عدد من الباحثين أكدوا بأنه مستوى الطاقة عند الصائم بيرتفع إلى الحدود القصوى، فأكثر من عشر طاقة الجسم تستهلك بعمليات الهضم للأطعمة والأشربة، وبحالة الصيام بيتم توفير هالطاقة وبيشعر الإنسان بالارتياح. وهل تعلم بأن الصيام يعتبر مداواة لبعض أمراض الجهاز الهضمي كالحرقة، متلازمة القولون العصبي، عسر الهضم، انتفاخ البطن، لأن الصائم بيمتنع عن الطعام والشراب لفترة زمنية بتتيح للعضلات والأغشية الهضمية استعادة قوتها وحيويتها. وهل تعلم بأن الصيام بيساعد على تفتح الذهن وبيقوي الإدراك؟ ولكل يلي حابب يحافظ على وزن صحي، هل تعلم بأن الصيام بيحافظ على الجسم وبيخلصه من البدانة؟ أخيراً، هل تعلم بأنه الصيام بيعالج آلام المفاصل؟ فالجراثيم المتسببة بحدوث آلام المفاصل بيتم تخليص الجسم منها ومن المواد السامة أثناء فترة صيام متتابع يجب أن لا تقل مدته عن 3 أسابيع، وبيعتبر هذا العلاج من أفضل العلاجات على الإطلاق. أكيد رشا، هلا رح ننتقل لتقرير عن 49 طفل يعتلون منصة التكريم بدار الأسد للثقافة والفنون ضمن فعالية طفولة وإبداع التي تقيمها وزارة الثقافة الخاصة بالفن. تفاصيل أكثر مشاهدينا بالتقرير التالي. 49 طفلا يعتلون منصة التكريم في دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية ضمن فعالية طفولة وإبداع التي تقيمها وزارة الثقافة الخاصة بالفن والأدب. نحن برنامج تكوين ثقافة طفل في عدة مشاريع، من بيناته طبعا رعاية مواهب الأطفال، فنحن دائما حريصين على متابعة أعمالهم وعلى تنميتها وتقويتها بشكل يعني مباشر وغير مباشر، والأهم شيء هو بيعطي حافز للاستمرار وبيعطي ثقة بنفسه. إقامة هاي الفعالية بموعدها وخاصة بعد الكارثة اللي حصلت عنا بمحافظة اللاذقية،
يعني هي دعم للأطفال، تشجيع لهم، الحياة مستمرة والحياة جميلة، ودائما في بسوريا ما يستحق الحياة وما يستحق أنه يكونوا أطفالنا محتضنين من قبل الأسرة الثقافية لحتى يكونوا مبدعين إن شاء الله في المستقبل. مجموعة من طلاب معهد محمود العجان مقدمة مقتطفات شرقية غنائية وآلية للرسم والتصوير الضوئي، حصة ونصيب، إضافة لأجناس أدبية مختلفة. فايز بالمركز الثالث في كتابة القصة على مستوى سوريا. أنا كتبت قصة عن أخوي، كانت عبارة قصة عن أني أوصفه لأخوي وكيف هو كبر مع مهاراته وصار مشكلة بيناتنا وتم حلها. قصتي بتحكي أنه أنا كان بحلم يصير عندي أخ، ولما إجا صار يعذبني وصرت ألعب الألعاب اللي فينه يلعبه واستوعبه لحتى صار فينه يلعب معي وصار مثل رفيقي وأبغى يعذبني. هاي تاني مرة تكرمت بصف الثاني وهلأ بصف السادس. فزت بجائزة التشجيعية بالرسم، فزت بمجال الشعر بالجائزة الثانية، وكتبت قصيدة كمان عن النهر. هلا بعرف لرفيقي سام ولا ضل معه، وهو طلع على مستوى سوريا وأنا كتير بحبه وفخور فيه. يعني سام من هو وبطني أنا بقرأ له باللغتين، بالعربي وبالإنجليش. لما سام كبير كنا نحن دائما نقرأ له قبل ما هو يبلش، فعلى عمر معين صار الكتاب مثل رفيق لإله هو تماما. يعني احنا لازم ننهي نهارنا بكتاب بإيده. الكتب إلهم مكان بغرفته كتير كبير على الرفوف، إذا بتفتح تخته بتشوف معبى كتب وكل الأعمار وكل المواضيع، فهذا الشيء كتير مهم. بلشت موهبة علي بكتابة القصة من لما كان كتير صغير، كان دائما عنده أفكار يحكيها، صار هاي الأفكار يفرغها على الورق لما بلش يكتب. بعدين القراءة كتير بتنمي المخيلة وبتنمي المفردات والتعابير والتراكيب اللغوية عند الطفل. أعمار متفاوتة تجمعهم فعالية طفولة وإبداع لإبراز الموهبة لجيل يتطلع نحو بناء مستقبل أفضل. وبأولى فقراتنا لليوم حنروح للفقرة الطبية. طبعا نحن ثالث نهار رمضان الكريم وشفنا الساعات الصيام عم تكون طويلة يا هايدي، واليوم الجسم بحاجة لكثير من الفيتامينات والسوائل. هدول الساعات نحن عم يصير بعض الأشخاص عندهم بعض التجفاف بجسمهم، ولكن أكيد اليوم في نظام غذائي يقدر يعوض هذا النقص إن كان بالفيتامينات وإن كان بالسوائل. أكيد، ودائما بنقول أنه شهر رمضان هو فرصة مناسبة ومثالية لحتى نحسن نظامنا الغذائي بتنويع وجبات الطعام بأوقات الفطور والسحور، وأكيد تناولهم باعتدال والاتزان، والأهم أنه نحن نبتعد عن العادات الغذائية الخاطئة يلي ممكن تسبب مشاكل عديدة للجسم إن كان بعسر الهضم أو التخمة، ونحاول يعني قدر الإمكان أنه نعتمد على الطعام الصحي الغني بالفيتامينات والبروتينات المهمة للجسم. وأكيد رشا يلي حابب يزيد وزنه أو ينقص وزنه فهو أكيد قادر، فهو فرصة هذا الشهر صحيح. لتنظيم الجسم، مثل ما قلتي دائما الأهم أنه نحن نتبع النظام الغذائي الصح. منروح لعادات كتير خاطئة، هنتعرف أكثر اليوم شو هو الصح وشو هو الغلط ضمن الشهر الكريم. وضيفنا لليوم هو الدكتور فادي خشبوم، أخصائي تغذية. سعد صباحك حكيم، أهلا وسهلا فيك. سعد صباحك العام وأنت بألف خير بداية. رمضان كريم ينعاد عليك. رمضان كريم عليكم. بداية دكتور، يعني بشهر رمضان كتير مهم نعرف شو هو النظام الغذائي الصحي لإلنا. يعني اليوم بظل الظروف المعيشية بظل الغلاء، يعني صارت يمكن أقل وجبة فطور بتكلف بالأربعين ستين ألف اليوم، مو قدرة الناس يعني تجيب هي الأطعمة، فكيف فينا نعود على هي الأطعمة بشيء ممكن ناخذ منه الفائدة بأقل الإمكانيات؟ صباح الخير لحضراتكم مرة ثانية. هلا بما انك انت عم تحكي عن التكلفة الباهظة لوجبات الإفطار، فبالحقيقة نحن يعني يفترض نحن يعني نتعامل بذكاء ان صح التعبير، نأمن المواد الأساسية اللي احنا بحاجتها اللي هي العناصر الأساسية، عم نحكي بروتينات، كربوهيدرات، دهون صحية. البروتينات مو بالضرورة أبداً تكون دائماً قادمة من اللحوم بالدرجة الأساسية، فنحن فينا نعمل عملية مزج أو خلط ما بين المصادر الحيوانية والمصادر النباتية.
بهالطريقه نحن بنكون عم نأمن احتياجات الاساسيه. بالنسبه للكربوهيدرات فين نقول هي الخيار اللي ما زال لتاريخ اليوم مقبول سعره، حتى لو ما كان مقبول ما كان بالمتناول، للاسف ما عندنا خيار ثاني يعني. صحيح. تماما. ف مثل ما تفضلتي حضرتك يعني باقل بالامكانيات المتاحه نحن نأمن حاجه من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحيه اكيد. طيب خلينا نروح للعادات الشيء متعودين عليه نحن قبل شهر رمضان، وبيجي بنبلش صيامنا في اول يومين كثير اشخاص بيصير عندهم عسر هضم، بيصير عندهم تخميه، بتكون وجبه الافطار الرئيسيه يعني كثير ثقيله او دسمه او بتكون الكميات كثير كبيره. طبعا. فبيعانوا من مشاكل بعصر الهضم، شو هي أهم الخطوات اللي احنا لنبلش صيامنا صح ونبلش نمهد لأجسامنا؟ يعني كمان اليوم الجسم عم يتفاجأ اليوم أنه أنت قبل بيوم أمورك ماشي بعادات وتاني نهار أنت قطعته 14 ساعة يعني ما في أكل ولا شرب ولا شيء. تمام. هلا بالحقيقة السبب أنه احنا نكون متعودين على نظام طعام معين بعد منا بسبب الجوع الشديد اللي عم نتعرض له أكيد خلال ساعات النهار، للأسف عم يكون في حالة من عدم السيطرة على كمية الطعام المتناولة، عم ناكل كميات كتير كبيرة من الطعام. هذا الشيء أكيد يمكن السيطرة عليه، ولكن نحن بداية خلينا نتفق على شيء من المسلمات. دائما نحن نبدأ إفطارنا بماء درجة حرارته من درجة حرارة الغرفة، تمام؟ كتير مهم ما يكون الماء بارد أو حتى العصائر تكون باردة. العصائر الباردة ممكن تعمل تشنجات وآلام بطنية شديدة جدا. بعد من نحن في حال كان موجود على مائدة الإفطار الشوربات أو السلطات فأكيد رح نبدأ فيهم. ليش؟ هدول المكونين حقيقة يحويان كميات كبيرة جدا من الماء، وبالتالي كمان هن عم يساهموا بطريقة غير مباشرة بتعويض فاقد الماء خلال اليوم. بيعطي قسم بالمعدة يعني امتلاء كمان. تماما. هذا الكلام اللي للحقيقة مهم للغاية. إذا عمليا عم يملأوا الحيز الأكبر اللي موجود عندي بالمعدة، وبالتالي عم يعززوا شعور الشبع بدرجة كبيرة جدا. الشيء المهم اللي ما ذكرناه نحن أنه المصدرين اللي حكينا عليهم هن مصادر غنية بالفيتامينات والمعادن بآن معا، وبالتالي كمان يعني فرصة لا تعوض لتعويض الفيتامينات والمعادن اللي احنا خسرناها خلال اليوم. تمام. خلينا دكتور نوضح أكثر يعني التقسيم المناسب للوجبات بين الفطور والسحور، شو الكمية اللي لازم ناخدها، شو الوقت المناسب؟ هلا تقسيم الوجبات حقيقه يعني عائد على لطول الفتره الزمنيه ما بين الافطار والسحور. نحن تقريبا هلا بتخيل انه الفتره الزمنيه ما بين الفطور والسحور تقريبا شي حوالي 9 ساعات. يعني الفتره الزمنيه بالحقيقه بتسمح بادراج فطور وسحور وسناك خفيف. في اشخاص بياكلوا 9 ساعات دكتور. مشكله كثير كبيره. بين النقاريش والحلو والمشروبات والول انه عم بيعود، ولكن للاسف نحن هي العادات الغذائيه الخاطئه السيئه اللي عم نحاول نصححها يعني هلا بحلقتنا هي. مثل ما ذكرتي حضرتك عم تسالين عن موضوع تقسيم الوجبات، عفوا ذكرنا انه ممكن نحن نعمل فطور وسحور مثل ما أنا متعودين، أكيد سناك خفيف بيناتهم. طبعا هذا ما هو عبارة عن تقسيم نهائي، بعض الأشخاص أحياء بيكون وجبته صغيرة أساسا، فنحن عمليا ممكن نعتمد على 4 وجبات صغيرة خفيفة معدل وجبة كل ساعتين، فكمان ممكن توفي بالغرض يعني. وقت نقول سناك أو منقول كميات حلو خفيفة اليوم ضمن الظروف، يعني صدقا حكيم نحن صرنا نخجل من الوضع الاقتصادي، واليوم رمضان هو فرصة يعني الناس عم تصوم بتحب هاي السفرة المليئة بالأشياء يعني اللي بتحبها يعني، ولكن ضمن الظروف المتاحة نحن كنا عم نحكي يعني وقت نقول سناك يعني انه نحن ممكن ناخذ جزء من الفواكه. نعم. حصه فواكه مثلا، او ممكن نروح للمشروبات مثل التمر الهندي، كثير العالم بتحبه وبتحب الجلاب وبتلاقيه هو من الماده الاساسيه ضمن سفره رمضان يعني. فهو شو اهم شيء يعني نحن ممكن ناخذه بهذا السناك؟ نروح للعصائر اللي بتحوي السكر او نروح لهيك قطعه حلو؟ في ناس بتقول لك انا ما فيني قطع الحلو. هلا بالحقيقه في حال كان يعني نحن رغبانين بخساره الدهون فالخيارين يعتبروا خيارين غير جيدين يعني. تمام. اثنيناتهم خيارات غنيه بالسعرات الحراريه، بترفع معدلات سكر الدم بشكل كثير كبير، وبالتالي بتخلينا نجوع بسرعه، وبالتالي ممكن نتناول وجبه لاحقه فيما بعد.
في حال كنا مضطرين نحن عندنا رغبه شديده وملحه لتناول اكيد العصائر فما في مانع، بس هم لكن تكون الكميات صغيره ايا كان نوع العصير. عم نحكي عن تمر هندي ولا عم نحكي عن الجلاب ولا عم نحكي عن عرق السوس ولا امر الدين. باستثناء المشروبات الغازيه اكيد هي خيار سيء للغايه، يفضل ما ندرجه ولا باي شكل من الاشكال. الحلويات اذا قدرنا نحضرها بالمنزل ايضا يعني تعتبر خيارات جيده، ولكن هون نحن اذا بنقدر هالخيارات هي تكون حلويات تحوي كميات جيدة من البروتين بنفس الوقت فهي خيار جيد، مثل شو على سبيل المثال رز بحليب مثلا المهلبية، هي خيارات مع انه دسمة حكيم. اليوم وقت اللي عم نقول حليب عم نقول سكر عم نقول رز نشو عم نحكي نشويات عم نحكي صحيح، بس انه هي مفيدة جدا صحيح. يعني انا عمليا بالنهاية عم بتناول سناك ولكن هذا سناك مفيد لي بنفس الوقت، يعني هو طيب صحيح. اكيد اكيد. فانا عمليا يعني حتى الشعور بالذنب بيكون اقل حقيقه. انا لما بعرف حالي هذا المشكله الشعور بالذنب يعني دائما عندنا يا ولكن بننساه ثاني نهار، يعني بنقول من بكره خلص هاي القصص حنبطلها. بكل اسف بكل اسف. فالخيارات اللي ذكرتيها حضرتك التمر الهندي وامر الدين هي فعلا خيارات صحيه تمنع الامساك تمنع التشنجات خلال اليوم. التمر الهندي على سبيل المثال غني بفيتامين سي، يعني هي بتعود عن المي. فينا نقول هي ابدا ولا شيء ممكن يعوض عن المي اساسا. خطا كثير كبير نحن نحطها بمكان انه هي بديل للماء، ولا شيء ولا شيء ممكن يعوض عن الماء. تمام. اساسا ما في حكمه اني انا عوض السوائل انا فقدتها خلال اليوم بكم كبير جدا من السعرات الحراريه. تمام. اليوم بشهر رمضان هي فرصه كثير مهمه انه في حال كان في عندنا زياده بالنسيج الدهني انه احنا نخسر الدهون اللي موجوده عندنا، فهي واحدة من الأخطاء الكبيرة جدا. كثير ناس بتعتقد أنه أنا عم بشرب سوائل بالنهاية، معقول هي السوائل فيها مش طبعا أي شيء أي شيء باستثناء الماء يحوي سعرات حرارية وبالتالي يمكن أن يساهم بزيادة مستويات الدهون عنا. تمام. يعني قبل ما بدينا حديثنا مع حضرتك كنا عم نقول أنه الجو لساته شوي بارد، يعني ما في كثير عطش، فخلينا نوضح أكثر شو المأكولات يلي ممكن تسبب العطش. المأكولات اللي ممكن تسبب العطش أكيد اللي هي الأطعمة الجاهزة بالدرجة الأساسية. لربما يكون مفاجئ للإخوة المشاهدين أنه في ناس لهلا تتسحر طعام جاهز، تنزل على الأسواق مثلا تشتري سندويش شاورما تشتري سندويش فلافل. هي الأطعمة الجاهزة هي غنية بالصوديوم، مستويات الصوديوم فيها مرتفعة للغاية، أكيد رح تسبب الشعور بالعطش بشكل كتير كبير. بالنسبة لموضوع العطش نحن حتى نتغلب عليه كتير مهم أنه تكون حتى وجبة السحور بعيدة نوعا ما عن أذان الفجر، يعني عمليا نحن ما ناكل وننام بشكل مباشر. أنا على القليل أعطي فاصل زمني ساعتين، بس ساعتين أنا بقدر بعدين أشرب حاجتي من الماء حتى أتجنب شعور العطش. الأجبان المالحة أيضا مشكلة كتير كبيرة في حالة ناولناها على وجبة الأفطار. تجنب الخضروات حتى على وجبة السحور. ليه دكتور؟ الخضروات حقيقة مثل ما ذكرنا أول شيء بطيئة الامتصاص وهي غنية بالماء، يعني تقريبا 90% محتواها ماء، وبالتالي أيضا تساهم بشكل غير مباشر برفد الماء اللي احنا أساسا عم نرجو بوجبة السحور. من خلال حديثك دكتور مرقت معنا معلومات كثير مهمة لكل الأشخاص اليوم حابين أنهم يروحوا لتنزيل الوزن برمضان مثل ما حكينا بالنصائح اللي ذكرتها. خلينا هيك بشكل عم نعطي نصائح لكل حدا عم بيشوفنا، شو هنن الشغلات الإيجابية والسلبية المفروض نحن نتبعه من هذا الشهر؟ هلا نحن عادة الجايد تبعنا بخسارة الدهون هو كم السعرات الحرارية، يعني قديش كم الطعام اللي احنا حنتناوله. اليوم إذا حكينا بمفهوم السعرات الحرارية بصراحة يعني الموضوع شاق شوي على الأخر صعب المشاهد إنه يكون عنده داتا يحسب هالبيانات كلياتها. فنحن إذا بدنا نحكي نصائح عامة فينا نقول أهم شيء لخسارة الدهون إني أنا أتناول كم أقل من الطعام. حتى أتناول كم أقل من الطعام فأنا يفترض إني أشبع. لذلك خلينا نبلش بالشغلات المنخفضة السعرات الحرارية مثل السلطات على سبيل المثال. أنا بعبي الحيز الأكبر من المعدة بعدين بنتقل للأصناف الثانية اللي أنا حضرتها وليس العكس. تمام. بالنسبة للأشخاص الراغبين بزيادة الوزن ما في مانع أبدا من إدراج العصائر مثل ما حكينا، حتى كمية التمور نحن ممكن نزيدها شوي صغيرة. الدهون الصحية مثل زيت الزيتون على سبيل المثال فينا نكتر كمية زيت الزيتون بشكل قليل أكيد فوق السلطات والأطباق المختلفة، وبالتالي أنا بطريقة غير مباشرة عم زيد كم السعرات الحرارية. تمام دكتور. يعني في عادة خاطئة كمان بنسمع عنها كثير أنه في كثير أشخاص ما بيعتمدوا على وجبة السحور بينفوها تماما، يمكن هدول الأشخاص يلي بدهم ينحفوا وما يزيد وزنهم، فشو مدار هي الشغلة على الجسم؟ هلا حتى نكون منطقيين ونحكي كلام علمي
أنا وقت اللي عم صوم لساعات طويلة جدا، أنا بداية في عندي مخزون الجلايكوجين الكبدي هو اللي عم يمد سكر الدم كل الوقت بمستويات كافية من السكر. لما الجلايكوجين الكبدي بتقل مستوياته أكيد في عندي خزانات الدهون اللي موجودة عندي، فأنا طالما في عندي مستويات جيدة من الدهون، هالدهون هي أكيد رح فككها لبنيتها البسيطة ورح استفيد منها برفع معدلات سكر الدم أو رفع معدلات الطاقة بشكل عام. فإذا عمليا من حيث المبدأ ما في مشكلة أبدا، إذا ناس بيحسوا حالهم أنه هنين عم يكونوا براحة أكبر بدون ما يتناول وجبة السحور فأكيد ما في مشكلة، يعني عمليا خزانات الدهون موجودة عنا ورح نستفيد منها على مدار الساعة. أنا بشعر إذا بوقت السحور يعني تجربة شخصية أنه بتعمل حالة جوع بالنهار إذا أنا تسحرت، يعني عكس أنه إذا ما تسحرت فأنا فيني أقضي نهاري عادي يعني. تمام. ما بعرف شو في أشخاص بيقول لك أنا ما تسحرت ما قدرت صوم لأني جعت كتير، فحسب يجوز هون بنية الجسم والمخزون الموجود كمان بقلب الجسم. أنه دكتور هيك سريعا، الأشخاص اللي ما بيقدروا يعودوا إن كان بالأطعمة أو بالفيتامينات الموجودة بالأطعمة، نحن اليوم فينا نروح للكبسولات الفيتامينات الدوائية يعني بشكل سريع حكيم لو سمحت؟ هلا بالختام أكيد بما أنه الفترة الزمنية قصيرة جدا ونحن شفنا حالنا غير قادرين على مد أجسامنا من خلال الأطعمة المختلفة الفيتامينات والمعادن، فما في مشكلة أبدا أنه نستخدم السبليمنت، ممكن بشكل بسيط للغاية ندرج سبليمنت معين، مكملات غذائية معينة أكيد تسد الاحتياج الموجود عندنا. شكرا دكتور فادي خشروم أخصائي تغذية، بدنا نشكر حضورك لليوم وإن شاء الله هيك المعلومات اللي ذكرناها تستفاد منها الأشخاص، ورمضان كريم عليك وعلى عائلتك. أهلا وسهلا حكيم، نورت صباحنا. شكرا لك دكتور، نورت صباحنا. أما هلأ مشاهدينا رح ننتقل لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار السياسية مع زميلتنا لور خضور. يسعد صباحك. يسعد صباحك هايدي، يسعد صباحك رشا. موجز لآخر الأنباء بعد الفاصل. تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لهجوم كبير في ريف حلب الغربي وكبدت الإرهابيين خسائر فادحة في الأفراد والعتاد. وزارة الدفاع ذكرت في بيان على موقعها الإلكتروني أن وحدات من قواتنا المسلحة تصدت لهجوم إرهابي كبير مساء أمس شنته مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي على مواقع الجيش في منطقة كفر عمّا شرق الأتارب في ريف حلب الغربي، موضحة أن وحدات الجيش كبدت الإرهابيين خسائر فادحة في الأفراد والعتاد وقضت على 11 إرهابيا. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن عمل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شابها الكثير من المخالفات والعيوب الخطيرة وانعدام الشفافية والاعتماد على المصادر المفتوحة والتعامل مع المنظمات الإرهابية. وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث مشكلة تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قال صباغ إن تجربة سوريا خلال السنوات العشر الماضية من العمل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شهدت أحداثا غير مسبوقة وكشفت الكثير من الممارسات السلبية التي يتوجب على الدول الأعضاء في المنظمة التنبه إليها وعلى الأمانة الفنية تصحيح مسارها. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء الاعتداء الإسرائيلي على مطار حلب الدولي. نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال إن الأمين العام يشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عن الاعتداء على مطار حلب الدولي والتي أسفرت عن أضرار مادية وإغلاق المطار بالإضافة إلى إلغاء رحلات جوية للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن اتفاقيات افتراضية بين روسيا والغرب من الآن فصاعدا يجب أن تكون ملزمة قانونا ويمكن التحقق منها بسهولة. لافروف أوضح في مقال نشرته مجلة راز فيدتشيك أن علاقات روسيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر
عند أدنى مستوى لها منذ نهاية المواجهة بين القطبين. ختام الموجز، عودة إليك هايدي. كلور، شكرا لور. ونحن مكملين بباقي فقرات صباحنا لليوم، وقبل ما نروح لمساحة جديدة ضمن صباحنا خلونا نروح هيك لنعرف أكثر عن أحوال الطقس. وشفنا اليوم أمطار الخير برمضان الخير، اليوم هيك الطقس امبارح كان كتير شوب وكان درجات الحرارة عالية، واليوم فقنا على هذا البرد والمطر. هذا شيء أكيد سيء على الجسم والحالة الصحية، تبدل بين الحرارة والمطر. لنتعرف أكثر كيف حيكون طقسنا ضمن هذا الأسبوع، هل حيكون في منخفضات وهل حتستمر الأمطار طيلة الأيام؟ أكيد معلومات حيعرفنا عليها المتنبئة جوي حسان الجردي اللي حيكون ضيفنا ضمن اتصال. يسعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. يسعد صباحك. هلا. بداية مثل ما ذكرنا أستاذ أنه مبارح كان الجو يعني منيح وصيفي نوعا ما، لكن اليوم فقنا على منخفض وبرد ومطر، خبرنا أكثر كيف رح تكون أحوال الطقس بالمحافظات السورية، لأمتى رح يستمر هذا المنخفض؟ هلا بداية صباح الخير من جديد لإليك لزميلتك للإخبارية السورية، إن شاء الله كل عام وتفضل خير بالنسبة لشهر رمضان المبارك. بالنسبة للحالة الجوية السائدة والمتوقعة خلال 24 ساعة القادمة ونبحى عن الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة، حالة عدم استقرار تستمر حتى يوم الاثنين تقريبا بفعالية مختلفة وعشوائية من منطقة إلى أخرى كثيرة غربية، تتصف بالعموم والشمولية، تكون أكثر انتظاما وأكثر وصولا إن كان بالساحل أو بالشمال الغربي نتيجة تأثر البلاد بارتباط منخفض جوي من الجنوب عم يترافق بتيارات جنوبية غربية بطبقات الجو العليا. بشكل عام الأجواء عم تكون غائمة ماطرة إلى غائمة أحيانا عفوا إلى غائمة ماطرة بأغلب المناطق، والسطولات تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد ببعض الأحيان. أما درجات الحرارة فتميل للانخفاض بتبقى حول معدلاتها بشكل عام مثل هذه الفترة من السنة. تستمر هيدي الأجواء الفعالية الجيدة لهيدا المنخفض بدنا نفسر فيه واللي بلش تأثيره من ساعات امبارح بإذن الله حتى يوم الاثنين، راح تكون النهار بكره يوم الاحد امطار تكون عامه وشامله مترافقه بالعواصف الرعديه وحبات برد ببعض الاحيان، حتى الحرارات خلال ساعات النهار تكون لطيفه وبالليل تعود الحراره تكون اقرب للبارده اكثر مما هي خلال ساعات النهار. تستمر هذه الاجواء الغير المستقره باغلب المناطق حتى يوم الاثنين، ترجع خلال ساعات بعد ظهر يوم الاثنين والمساء الأجواء بشكل تدريجي للاستقرار بأغلب المناطق لحتى تستقر تتحول الأجواء إلى أجواء غائمة جزئيا والأجواء مستقرة لمميز الثلاثاء والأربعاء. نرجع بعدين نتأثر في منخفض في نهاية هذا الأسبوع بإذن الله تعالى، ولكن بده يختلف ما بين المنخفض اللي هو بداية الأسبوع ونهايته، أن المنخفض يعني اللي بنهاية الأسبوع يكون أكثر برودة من هذا المنخفض اللي عم نتأثر فيه هلا، رح تكون أجواء باردة أكثر ولكن الهطولات المطرية تكون أقل. وبالمجمل إن شاء الله الهطولات المطرية اللي بدها تحصل خلال هدول المنخفضين اللي رح تستخدم في نهاية شهر آذار رح تؤدي إلى هطولات جيدة نوعا ما تعدل المعدلات المطرية وكميات الهطول المطري بأغلب المناطق على امتداد الجغرافيا السورية. أما الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بالمناطق الشرقية والجزيرة، بينما جنوبية غربية بباقي المناطق. في نشاط على سرعه الرياح في المنطقه الجنوبيه والبحر خفيف ارتفاع البحر. درجات الحراره المتوقعه من العاصمه دمشق اليوم 19 تقال، قنيطره 16، سلمون 7، لبيا 14 4، درعا 20 11، سويداء 19 5، المنطقه الوسطى 5 حما 21 11، الحسكه منطقه الجزيره 20 8، الساحل السوري اللاذقيه وطرطوس 21 14، الشمال حلب وادلب 21 قادر الرقه الشمال المنطقه الشرقيه 20 الى 10، واخيرا بالباديه السوريه 20 الى 10. مثل ما ذكرت حاله عدم الاستقرار استمرها حتى يوم الاثنين بفعاليه مختلفه وعشوائيه اكثرها حده تكون نهار بكره الاحد. تستقر الاجواء بمنتصف الاسبوع بنرجع على موعد مع منخفض اكثر بروده واقل امطارا بنهايه الاسبوع باذن الله تعالى. تمام، بدنا نتشكرك كثير المتنبئ الجوي حسان الجردي، شكرا لحضرتك.
شكرا لك استاذ حسان على كل المعلومات. ومثل ما سمعنا من حضرتك نحن على موعد مع منخفض ثاني مثل ما قلت حيكون اكثر بروده واقل امطارا. دائما حنقول الله يبعث الخير، ودائما شهر اذار هو محمل دائما بيكون بالامطار، فما في شيء اليوم هيك غريب علينا. ان شاء الله هي الامطار تكون خير وعطاء على ارواحنا وعلى بلدنا. مكملين نحن معكم بصباحنا لليوم، ولكن خلينا نروح لتقرير ولا مدينه حلب وبرعايه محافظ حلب حسين دياب وبالتعاون مع غرفه الصناعه. افتتحت فعاليات سوق حلب الغذائية الخيرية على أرض مجمع شهبروز، حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. برعاية محافظ حلب حسين دياب وبالتعاون مع غرفة الصناعة افتتحت فعاليات سوق حلب الغذائية الخيرية على أرض مجمع شهبروز. محافظ حلب مهتم بتدخل إيجابي للأسواق خاصة خلال شهر رمضان المبارك. سوق حلب سوق الغذائي في حلب الخيري أحد الأسواق اللي راح تفتح خلال شهر رمضان المبارك من أجل وصول المنتج إلى المستهلك وكسر حلقة الوسيط. طبعا الأسعار راح تكون أكيد مخفضة بنسبة من 15 إلى 20%. نقدم للمواطنين بهالشهر هذا كل المنتجات الموجودة بهالمعرض بسعر التكلفة، يعني من المنتج مباشرة للمستهلك. طبعا الموجود بالمواد الغذائية بكل أصنافها. السوق بيتضمن 45 جناح بيمثلوا 60 شركة مشاركة من مختلف المحافظات السورية. طبعا المعرض مدته إلى منتصف شهر رمضان، يعني الفترة الأساسية لتزويد المواطنين باحتياجات هذا الشهر الكريم. وبمشاركة 60 شركة محلية تضمن السوق كل السلع والمنتجات التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك من مواد غذائية. منقدم بسعر المنتج من المنتج إلى المستهلك بشكل مباشر لنساعد المستهلك في مواجهة موجة الغلاء اللي عم يعانيها منها وطننا. عم نقدم اليوم البقوليات بشكل كامل، الحمص، البرغل، الرز، العدس بسعر المعمل. ايضا عم نقدم سمنه الخير، زيت الخير. معرض حلو، يعني فيه تنوع بالمواد الغذائيه احسن من قبل، يعني في تطور وفي متلافين الاخطاء اللي كانت قبل، ومرتب وحلو والاسعار معقوله كثير. فرصه حتى الاهالي لقوا كل يعني مستلزمات البيت بمكان واحد، ومثل ما احنا شايفين انه في كثير اشياء مفيده، مثلا احسن ما انك تروح تدور على ارخص وتروح تتنقل بين الاسواق، او هون راح تلاقي طلبك بكل بساطه. كل عام وانتم بخير ورمضان مبارك. خطوة تأتي في ظل الظروف الراهنة لتأمين المواد الغذائية للعائلة بأسعار منافسة ومناسبة. تأتي أهمية هذه الأسواق الرمضانية لتعكس أصالة المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد. وليد هنايج، الإخبارية السورية، حلب. يسعد صباحكم عن جديد مشاهدينا. أما هلأ لفقرتنا الطبية الثانية، فبين رغبة الصيام والخوف من خسارة الفائدة من الأدوية، بيحتار كثير من الناس يلي عندهم بعض الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري أنه يصوموا برمضان أو لا. بنشوف اليوم كثير ناس بيلجأوا لتغيير مواعيد أدويتهم دون استشارة طبية وبطريقة عشوائية، على اعتبار أنه هي الأدوية ممكن تنفع بأي وقت، لكن العديد من الدراسات أثبتت أنه هذا الشيء ممكن يسبب مشاكل صحية. وهون بيجي رشا دور الصيدلاني المهم لحتى يعطي النصائح بهذا الموضوع. أكيد هايدي، وشو شفنا اليوم الناس دائما عم تلجأ لأقرب صيدلية. هلا هذا الإجراء هو معترف عليه من زمان، ولكن في بعض الحالات نحن بحاجة للأخصائي، وخاصة إذا كنا اليوم معتمدين على برنامج بالأدوية. في أشخاص عندهم أمراض مزمنة، عندهم ضغط، عندهم قصص صحية، فاليوم مثل ما ذكرتي أنه بيروحوا لغيره موعد الدواء، أنه أنا باخذه بعد الفطور، ولكن هذا الشيء ممكن يكون سلبي، او ممكن اليوم ما يلاقوا هذا الدواء فيروحوا لبديل اخر. يعني اليوم شو دور الصيدلاني وقد ايه دوره مهم ضمن شهر رمضان؟ اكيد حنتعرف على هدول القصص. صحيح رشا، رح نحكي اكثر مشاهدينا عن طرق العلاج والتعديلات اللي لازم نساويها. معنا اليوم ضيفتنا الصيدلانيه شيرين اصفري. يسعد صباحك. صباح رمضان كريم. رمضان كريم، كل عام. اهلا وسهلا. خير. صباح الخير. كل عام وانتم بألف خير. ألف خير يا رب. كيف اليوم؟ الجو حلو ومطر. اليوم هيك برودة ومطر، كان برد غير متوقع. تفاجأنا، قلت لها لهايدي أنا امبارح ضبيت الصيفي، شو صار اليوم؟ إيه صح، تفاجأنا اليوم.
مضبوط يا حلا. خلينا بداية نروح هيك للفكرة العامة. دائما بيجوك هدول الأشخاص بيقولوا لك أنه أنا ممكن اليوم أنا أغير بخطة علاجي أو بأدويتي كونه أنا عم بمرق اليوم بمرحلة الصيام، فشو بك شو دور الصيدلي بهي المعلومة؟ هلا أكيد الصيدلي لازم يوجه المريض بالأوقات المعينة، لأنه هو بيرتبط تناول الدواء تأثيره وفعاليته بموعد التناول. فالفعالية أكيد بتأثر هذا الشيء، أنه نحن نغير بالأوقات هيك المريض من حاله يجي يغير، فهذا الشيء أكيد خطأ. مثل هلأ أنا أحكي لكم بشكل سريع أنه المريض اللي بياخد الدواء ليلاً، فالمريض ما يغير هذا الوقت، فهو ليلا حياخد لو في عنده الصيام ثاني يوم فما بيتغير عنا الوقت. بينما المريض اللي بياخد صباحا الدواء إذا على معدة مليئة فعادي بعد السحور مباشرة ياخد الدواء، وخصوصي فيني نوه على الفيتامينات حتى بتعرفي بيعملوا ألم بالمعدة. صحيح. أما إذا على معدة فارغة فممكن نحن قبل السحور بنص ساعة ساعة ممكن ناخد الدواء على معدة فارغة، وخصوصي أدوية حماية المعدة. تمام دكتورة، يعني للأسف كثير من الأشخاص ما بيقدروا يصوموا بهذا الشهر، ملتزمين بأدوية، في حال صار أي خربطة ممكن يأثر على صحتهم. خلينا نوضح للأشخاص يلي عندهم مثل ما ذكرنا أمراض مزمنة مثل الضغط، السكري، الكلى، هدول الأشخاص كيف ممكن يتعاملوا مع أدويتهم بهذا الشهر؟ تمام، هلأ أنا هحكي أول شيء بالنسبة للمريض اللي عنده مرض مزمن مثلا مثل الضغط مثلا أكيد، أو مريض السكري أكيد لازم يستشير طبيبه طبعا، يعني يسأل هل هو بيقدر أنه يصوم أو لا. هلأ مثلا مريض الضغط ممكن في بالنهار مثلا هو صايم ممكن يعمل عنده جفاف، يعني نقص الماء يعمل جفاف ويعمل عنده هبوط حاد بالضغط مثلا. واكيد كمان مريض السكر نفس الشيء حيكون عنده، فممكن يكون عنده هبوط بالسكر او ارتفاع بالسكر، فهذا الشيء لازم دائما يكون مع استشارة الطبيب خصوصي مع الأمراض المزمنة. نحن فينا نقول اليوم أنه مريض السكر ومريض الضغط اللي هنون دائما نحن بنعرف أنه حبة الضغط، يعني أول شيء بيعمل الإنسان اللي عنده حالة ضغط بياخد حبة الضغط قبل أي شيء كرمال أنه يقضي نهاره. ولكن في أشخاص بتقلك أنا بدي صوم حتى لو عندي ضغط، اليوم شو هن الأمراض اللي ممنوع؟ يعني هذا الصيام ممكن يأثر كتير سلبا، في شيء ممكن نحن نتغاضى عليه بعض الأمراض، ولكن في أمراض يعني الدكتور بيقول لك لا. هلا أكيد بيكون لا وقت بيكون مريض الضغط وملتزم بأدويته، أو مريض السكري في مثل ما بنعرف نحن عنا تايب 1 تايب 2، في اللي بيتعالج بإبر الأنسولين، في اللي بياخذ الحبوب بمواعيد معينة. أكيد هذا نحن ما فينا نتغاضى عن هالموضوع، وطبعا دائما ضمن استشارة الطبيب. أكيد ما بيكفي الصيدلي بهي الحالات، لأنه الطبيب هو المختص وهو اللي متابع حالته للمريض، فما فيه يتغاضى عن الموضوع يجي يصوم من حاله، لأنه ممكن يصير عنا هذا الشيء أثر سلبا على المريض. صحيح. وخصوصي خربطة الدواء خصوصا أن مرض الضغط يعني هو أكثر الأمراض شيوعا سبب عدم الضغط، يعني كان بارتفاعه أو هبوطه تماماً. في حالات كتير بتصير حتى جلطات يعني، فاليوم كتير لازم يكون في حذر بهي النقطة. أكيد أكيد. تمام دكتورة، خلينا نوضح أكثر، يعني تناول الأدوية بوقت واحد شو ممكن يسبب، خصوصا إذا كان على الريق يعني ومضطر الواحد يعني بعد الفطور بده يشرب الدواء وخلص بده يفطر هو، هون شو ممكن يسبب في حال أخذ الدواء على يعني فورا مباشرة؟ هلا اكيد بالنسبه للمريض اي مرض كان، يعني مو شرط يكون مريض ضغط او سكري، فنحن دائما يكون في فواصل زمنيه بين حبه وحبه، ربع ساعه على الاقل او شيء. اكيد يعني لازم يكون في فواصل زمنيه، وخصوصي اذا كان هو مجمع المريض ادويته، يعني حبه اثنين ثلاثه، في كثير هيك ناس بتفطر مثلا حتى لو ما كان رمضان بتجمعهم كلهم مع بعض، وهذا الشيء كثير خطأ شائع حتى، يعني احنا كثير بنحاول ننبه هذا الموضوع. فلازم هلا اول ما يبدا الفطور، هلا هو الصحي والشكل الصحي بهذا الموضوع انه بس يبلش المريض فطوره، او الشخص العادي يعني يبلش مثلا بكاسة مي تمره، ينتظر شوي اذا كان مع الاكل يعني محدد موعد دواءه مع الاكل، فبينتظر شوي بياخذ حبه الدواء وبيتابع باكله.
مثل ما قلتي هاي القصة كثير شائعة، بنشوف أشخاص كثير يعني ممكن ياخذوا ثلاث أربع حبات مع بعض يعني بكاسة مي، يعني هذا الشيء له تأثير سلبي. أحيانا في دواء بيفقد تأثير دواء آخر يعني ما بقى في تأثير له بالجسم. خلينا نحكي، حكينا عن الضغط، نسبة كثير كبيرة عندنا نحن مصابين بمرض السكري كان وراثيا أو كان بالأسباب الأخرى. يعني اليوم كيف قادر هذا الشخص اللي حابب يصوم أو عم بيصوم إنه يحافظ على مستوى السكر يكون طبيعي خلال فترة النهار لا وصولا لفترة الإفطار؟ هلأ بداية قبل ما يقرر مريض السكري أنه هو يصوم الشهر مثل ما حكينا لازم يسأل الطبيب المختص هل هو قادر. في حال أعطاه الموافقة أنه يكون قادر يصوم لازم نحن يوميا مريض السكري يقيس نسبة سكر الدم، يقيسها يوميا على الأقل من 3 إلى 4 مرات باليوم. نعم. ثاني شيء لازم ننتبه له أنه الفترة بين الفطور والسحور هاي الفترة لازم يشرب على الأقل بين 8 إلى 10 أكواب من الماء، وخصوصي حتى ما ينزعج بقلب النهار وما يصير معه حالة الجفاف. بدنا ننتبه كمان حتى بوجبة الفطور ما يتقل المريض بالأكل، يعني تكون الوجبة خفيفة نوعا ما، يعني ما تكون كتير دسمة ويكون فيها كربوهيدرات وهي. فينتبه على موضوع الأكل وممكن بالنظام الغذائي الصحي تمام، أنه بعد كاسة المي يبلش بالتمرة لأنه هي التمرة مباشرة حتعدل نسبة السكر ويرجع السكر الدم للوضع الطبيعي. قبل ما نروح لعند ننتقل عند هذه تمرة واحدة، دائما نحن بنسمع أنه يا تمرة يا ثلاثة، يعني يكون العدد بالمفرد، هل المعلومة صحيا صح؟ هل هي صحيا بس انه ما بيتحول لسكريات بالدم اذا كان العدد مفرد او كيف؟ لا 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 هي صحية، هلا هي عادات انه المفرد وهيك، يعني احنا ماشيين عليها من ابهاتنا هيك انه لا لازم يكون عدد مفرد 21 انا باخذ معلش. هلا هذا الشيء لا، فهو صحيا اكثر شيء انه تمرة لازم نلتزم يعني بعدد معين، عدد معين تمرة تمرتين هو كافي يعني، وكافي الفائده تاخذ الفائده وبسرعه مثل ما قلت انه حترجع زوجي وفردي. لا ما في هيك شيء لا تمام. طيب خلينا نحكي اكثر يعني الادويه يلي بيضطر ياخذوها الاشخاص الصائمين بوقت السحور، ممكن وقت النوم يصير في تاثيرات جانبيه؟ لا هلا اول شيء المريض يعني هو بيكون متعود يعني مو بلش بالدواء حديثا يعني يعني يبلش يعني هذا شيء خطا يعني ممكن ياثر الوقت انه في نوم وهيك تمام لا بالعكس ما بياثر يعني هلا مثل حنحكي مثلا الادويه في ناس مضطره تاخذ مكملات غذائيه تمام. هون بدي اسالك حتى في ممكن فيتامين دي بي 12 او دي تمام. هي مجموعه فيتامينات ما بنقدر ناخذهم بالليل ما بنحسن لا نحن نقدر ناخذهم باي وقت بسبب ارق يمكن بيسبب ارق تمام. هلا بس وقت اللي بده ياخذه هلا انا ما بنصح كثير انه وقت السحور ياخذ المكملات الغذائيه ليه لانه حيفتح شهيته للمريض صحيح فحيحس حاله انه جوعان كل الوقت فلا انا بفضل تاخذ حبه الفيتامين بي تحديدا مع الفطور يعني هو عم يفطر خلص فطوره ياخذ الحبه ويكمل لانه هو حيضل سهران كل الليل عم ناكل يعني كل الليل لوقت السحور. نحن هيك متعودين من الاذان للاذان تماما. ذكرتي نقطه انه الفيتامين بيعمل بيفتح الشهيه، ولكن نرجع احيانا بنقول بس فيتامين بي، اليوم هل كل الفيتامينات عم تكون هي عن جد انه فاتح شهيه او طريقة أخذها أو وقت أخذها ممكن يأثر على جسمنا؟ لا أكيد لا. هلأ أنا في نقطة بدي أحكي عليها نوه عليها لأنه إحنا كتير منقول مثلا للمريض أو أغلب الصيادلة أو الأطباء منقول كلمة أنه إحنا هذا الحب لا تأخذه لأنه بيفتح الشهية وإنت وزنك زائد لا بدك تنحف. هلأ هذا الحكي يعني حقيقة هو لا ما بيفتح الشهية يعني نحن وقدرتنا يعني هو ما حيزد لك وزنك. يعني أنا بتجي لعندي مريضة بتقلي أنا زاد وزني من هذا الدواء الفيتامين او اي دواء ثاني. لا هو ما زاد وزنك من الدواء تحديدا، زاد وزنك اوكي فتحت شهيتك بس نحن فينا نكبح هذا الموضوع عنه. بتفتح الشهيه هلا هي بتفتح الشهيه لكن نحن ما زلنا ما لكن انت بتقدري يعني بتقدري يعني تتاقلمي مع الموضوع وتحاولي انه انت ما يكون في عنا اكل ونزيد وزننا بسبب فينا ناخذه وننام نضحك عليها مثلا هلا اي شيء. يعني اليوم في ناس كثير بتقول لك انا ما باخذ كرمال ما يزيد وزني صحيح يعني. ايه هلا في ناس تاخذها وتنام هي اللي حابب نحن بنوصفها للمرضى اللي عندهم نحفه اساسا فلحتى يسمن ف
فبياخذ ممكن يعتمد عليها. تمام معتمد عليها وهو متداول حتى، يعني هي في مادة هي دواء حساسية مع فيتامينات، فبياخذ المريض اللي حابب يزيد وزنه فبياخذه بالليل قبل ما ينام. ليه؟ لأنه لما يفيق بيكون تأثيره بلش يشتغل معه للمريض ويبلش يأكل كل النهار حتى يزيد وزنه. تمام، خلينا نحكي أكثر عن نقطة مهمة، يعني بعد الفطور اليوم بتلاقي كثير من الأشخاص صار عندهم صداع، يعني وجع رئاسة، دوخة. صحيح. البعض ممكن يلجأ للمسكنات، لسيتامول، الأدوية. تمام. البعض الثاني ممكن يقول لك لا، أنه فنجان قهوة ممكن أنا صحصح، أو قطعة حلو يمكن يكون نازل عندي السكر. شو الطريقة المناسبة؟ فعلا لازم نلجأ نحن للأدوية مباشرة؟ هلأ حنعتبر نحن شهر رمضان مثل أي شهر تاني، في ناس صار عندها عادة انه تروح تتجه للمسكنات. تمام. الباراسيتامول، البنادولات بانواعها، فعندها عادي هذا الموضوع صارت، يعني ممكن الصبح حتى تفيق تقول انا واجعني راسي انا ما برتاح لحتى اخذ كاسه نسكافيه مثلا مع حبه سيتامول. تمام. فشهر رمضان نفس الشيء، يعني نفس العاده، يعني مثل وقت الواحد بيفيق الصبح قبل ما يفطر حيكون واجع راسه، فنفس الشيء. فنحن شو بدنا نعمل بهي الحاله؟ بعد الفطور فنجان قهوه مو غلط لانه هو فيه كافيين، ف حيصحصح. ممكن ناخذ حبه سيتامول، ممكن نعود حالنا انه ما تكون يوميه، يعني هي مثل ما قلت لك صارت ادمان وعاده يوميا يوميا. في فعلا اشخاص تعودت ان تاخذ مقدار 3-4 حبات يوميا. ففينا نعمل، اهم شيء نعمل تمارين رياضيه. هلا حنحكي عن تمارين رياضيه، فهي اهم شيء، وتنفس شهي زفير بشكل متوازن كمان هذا الشيء بخفف من الصداع. هلا اليوم الصداع هو امر طبيعي، إن كان أول يوم أو خلينا نقول أول أسبوع أو أقل برمضان، كونه نحن سنة كاملة عم نعيش بنظام غذائي معين، عم ناكل على راحتنا، عم نشرب على راحتنا. بهذا اليوم إجباري اليوم الجسم حيكون في خربطة، فتلاقي بشكل عام نسبة كتير كبيرة بتقلك أنا اليوم موجوع، فهو شكل يعني شيء طبيعي لحتى يتعود الجسم. ذكرت الرياضة اليوم، هلأ الناس بتقلك أنه أنا صايم تعبان عايف حالي رايح الدوام وجاي من الدوام فأنا ما عندي قدرة اليوم أنا كفي يعني بالتمارين الرياضية، بس هي أكيد يعني ضرورية. بتوازن اليوم بفترة الصيام أجسامنا. هلا في كثير اشخاص بنسمع كمان انه عم يروحوا يعملوا تمارين رياضيه، بيقول لك انا قبل الفطور رايح قبل بساعه ساعتين اعمل تمارين رياضيه. هذا الشيء خطا، خطا شاسع، يعني شائع كثير في عالم عم تتصرف. هذا كثير خطا. هلا نحن الصح كيف بنعمل بالنسبه للتمارين الرياضيه؟ بعد الافطار ساعتين ممكن نعمل تمارين رياضيه، وبالعكس هي كثير ممتازه انه يكون متقل على الفطور. طبعا في شغله هي الذهاب للمسجد وصلاة التراويح، هي كمان نشاط بدني ورياضي جدا مفيد يلي بيروح على التراويح مساء. بالنسبة للي عندهم أمراض مزمنة، حكينا شغلة إنه اللي عنده مثلا مرض السكري بيجي بيعمل رياضة بيقولك أنا منيح، قال لي طبيبي إنه أنا أمشي قبل الفطور وأنا صايم. هذا الشيء خطأ، ممكن يعمل عنده هبوط حاد بالسكر، يعني فهو حيضطر يفطر أكيد، يعني ما حيتحمل هذا الشيء. تمام. بالنسبة للأدوية يعني مثل قطرات العين أو الأنف يلي ممكن الشخص يضطر إنه يلجأ لها بوقت الصيام، هل هي بتفطر أم لا؟ لا لا ما بتفطر، كمان هي أخطاء شائعة كثير يعني نسمع إنه أنا لا ما بدي بتفطر وهيك. صحيح. لا لا هذا الشيء، حتى الإبرة ما بتفطر. طيب هيك خلينا اليوم نستغل وجودك وخبرتك الطبية اليوم هيك نحكي نصائح عامة لكل حدا عم يشوفنا، إن كان بالالتزام بالأدوية، هل اليوم إحنا قادرين نغير نوع أدوية من دون ما نرجع للطبيب المختص؟ وشو أهم شيء الإيجابي نحن مفروض نتعود عليه خلال الشهر الكريم؟ هلا اكيد مثل ما انا حكيت قبل، نحن نتعامل مع الشهر، نتعامل مع الشهر مثل اي يوم عادي طبيعي، يعني نحن ما غيرنا كثير بمواعيد الدواء، يعني اللي هو مثل ما حكيت انه موعد دوائه ليلا حيضل ليلا، صباحا تفرق. نعم. بس اذا قبل السحور بعد السحور مباشره. هلا انا بعض النصائح بهذا الشهر وخصوصي للمرضى اللي عندهم مرض سكري او مرض ضغط الدم، مثل ما قلت نحن على الفطور لازم تكون الوجبه ما تكون دسمه، يعني اهم شيء تكون خالي اول شيء من الزبده او السمنه، وتكون ما لها دسمه وما فيها كثير كربوهيدرات. يبلش نهاره الفطور يبلش مثل ما قلت بكاسه مي التمره مثل ما قلنا حتى عدل فورا نسبه السكر. بعد هيك حنحكي قلنا عن التمارين الرياضيه، لازم يكون كثير بشكل منتظم، يعني التمارين الرياضيه. اهم شيء المشي، يعني المشي هو اسهل شيء.
يمكن اسهل شيء وافيه شيء للجسم تماما اسهل شيء بس يمكن صعب بعد الفطور الواحد هلا هي مباشره يعني ساعتين رجعنا تماما يعني ساعتين كثير مناسب بعد الفطور صحيح ومثل ما قلت اهم شيء اللي بين الفطور والسحور يكون في شرب بغض النظر عنده مرض مزمن او لا يكون في عندنا شرب اكواب من الماء 8 ل 10 اكواب من الماء بين فتره الفطور والسحور حتى ما يصير معنا وهلا كمان صيف يعني بصير معنا جفاف وهذا الشيء مزعج ممكن يعمل هبوط بالضغط صحيح هي اجراءات كثير بسيطه نحن قادرين اليوم هيك نقطع هذا الشهر بخير وسلامه ودائما نحن بنقول يعني في اشخاص كثير قبل باسبوع من الشهر الكريم ببلشوا يعودوا حالهم على النظام الغذائي على الصيام المتقطع طبعاً. على حتى الصيام هذا الشيء بيسهل عليهم بيسهل وايضا الجسم اليوم بيكون اخذ على الصيام النظامي خلال الشهر الكريم نتشكر حضورك لليوم الصيدلانيه شيرين اصفري ورمضان كريم عليك ويومك حلو يا رب اهلا وسهلا فيك نورتي صباحنا وأكيد مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي رح نروح عن تقرير مبادرات مجتمعية مستمرة لدعم الناس المتضررين من الزلزال بمركز إيواء نادي الضباط باللاذقية نشاطات ترفيهية وتوعوية احتفالا بعيد الأم وشهر رمضان تفاصيل أكثر بالتقرير التالي مبادرات مجتمعية مستمرة لدعم المتضررين من الزلزال هنا في مركز إيواء نادي الضباط في اللاذقية نشاطات ترفيهية وتوعوية نحن حبينا بهذا اليوم نجي على مركز إيواء مع أخوتنا المتضررين من هذا الزلزال لحتى نقول لهم نحن موجودين معكم بالتعاون مع الجمعية السورية شاهدة الكواكب بالإضافة إلى شرح عن الكواكب المجموعة الشمسية وبدنا نعمل نشاط صغير بموضوع الفلك كتير مهمة هالمبادرات وخاصة بعد ما شافوا هالأطفال اللي صار فيهم والأهالي بعد ما شافوا يعني شاف غير المشاف كتير بتأثر على نفسياتهم وبتريحهم وبتخليهم شوي يرجعوا للحياة يوم بعد يوم هي صراحة عم بتحسن نفسية الأولاد بشكل مو طبيعي يعني لما يعني بمجرد أنه نحن ما عاد في مدارس حالياً انه نفسيتهم بتلاقيها من هالزلزال اللي صار خوف ورعب لما عم بصير هيك شوي عم بلتهوا وبنسوا بترجع تتنشط شوي حيويتهم يعني اكيد كثير مهمه لهم انا مبسوطه كثير وبدي اعيد كل امهات سوريه مبسوطه كثير ولانه عم بكتب لها لماما رساله كنا عم نلون وعم نكتب رساله للماما تعاون وجهود اهليه متواصله للتخفيف عن المتضررين ودعمهم على كافة الأصعدة وبنهاية محطاتنا الصباحية لليوم حنروح لنتعرف على التراث الثقافي والإنساني السوري دائما وقت منقول شهر رمضان منقول المسحراتي منقول وجبة الفطور منقول السكبة منقول عادات كتير مهمة بالمجتمع السوري نحن متعودين عليها ورغم الضغوطات اللي عم نعيشها ورغم الضغط الاقتصادي ولكن بعدنا محافظين ولو بشكل كتير نسبي على هاي الطقوس يعني أنا لهلا عم بسمع طبلة المسحراتي بالليل يعني صحيح. في كتير أمور رشا لسه محافظين عليها ممكن تكون قديمة بس لساتها مستمرة وأكيد كل ما نتذكر شهر رمضان نتذكر لمة العيلة على الفطور نتذكر الزينة الرمضانية المليانة بالشوارع وأكيد المسحراتي مهما تغيرت الحياة وتبدلت أحوال الناس إلا أنه بيضل شهر رمضان نكهة خاصة بكل بلد بكل شعب لهيك اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع يا رشا رح نرجع نستذكر أهم الطقوس اللي كنا عم نعيشها بالماضي وعم نحاول لليوم أنه نحن نحافظ عليها قصص ولو كانت كتير صغيرة كرمال نشعر بهذا الشهر وببركة وعطاء شهر رمضان أكيد ضيفنا لليوم هو الباحث بالتراث الأستاذ مخلص المحمود سعد صباحك ورمضان كريم صباح الخير برحم شهدائنا ويعافي جرحانا ولأهلي من جويهم أكيد كل الحب والاحترام وأكيد للإخبارية السورية ولأسرة برنامج صباحنا غير كمان تحية خاصة وكل عام وأنتم بخير ينعاد عليك بكل الخير والصحة يا رب خلينا بالبداية نحكي أكثر شو هي الطقوس لنحضر لشهر رمضان هلأ نحن بدنا نحكي زبدة الزبدة كرمال الوقت وكرمال إذا فينا نرجع لقديم شوي ونشوف الشيء مستمر نحن بدنا نحكي كيف الشعب السوري بناخذ نموذج دمشق
بتقول دمشق يعني نقول حلب، حمص، اللاذقية إلى آخره، درعا، السويدة إلى آخره. يعني في دمشق وريف دمشق وفي سوريا في لرمضان استقبال خاص. نعم. طبعا الاستقبال الخاص يتم بالأسبوع الأخير لشعبان. أوله هذا الاستقبال أنه التجار والمتنفذين، يا شاطرين التجار والناس اللي بيملكوا أموال، بيوزعوا مواد غذائية. نعم. بكل الأحياء، لأنه كل واحد بيحيه بمنطقته، الشاغور، ميدان، صالحية، يمرية، عمارة إلى آخره، بيوزعوا بعربات معينة تجرها الخيول أو خيول أو إلى ما هنالك، بيوزعوا مواد غذائية كلهم باسمه. وكان في لهجات معينة، اللهجة الشامية بتعرفوا أنتو، ادعي لنا يا حجة، هاي رزقة رمضان، رمضان كريم يا حاج إلى آخره، يوزعوا مواد غذائية قبيل رمضان بحوالي أسبوع. نعم. بعد منا بتجي موضوع اللي نحن بنقول عنه تكريزة. التكريزة طبعا هون بتعطي شوية معلومات حول هذا الموضوع، كثير ناس ما بتعرف يمكن المصطلح. نعم. التكريزة هي كلمة عربية فصحى من فعل كرز. الكرز هو يعني خلينا نقول وعاء من القماش أو الصوف أو الجلد كان يحمله الراعي ياخذ حاجاته فيه وياخذ طعامه. او مثلا في غوطة دمشق الفلاح والمزارع يعني زوادته، الكرز. نعم. الزوادة. وبالتالي قبل اسبوع من رمضان العوائل في دمشق مما كان يكون يعني بدون مستويات اجتماعية معينة. هلا في ميزة بدمشق موجودة مو موجودة بمحافظات تانية، انه بعض الوجهاء في دمشق يملكون بساتين في الغوطة الشرقية والغربية، وموقع دمشق والمياه في دمشق الى اخره، بتعطي يعني التكريزة نمط خاص يعني غير النمط الموجود بالمحافظات التانية والبلدان التانية. اذا هدول الوجهاء بيروحوا على بساتينهم بالسيرنوا وبيتنزهوا اكثر من غير ايام. صحيح. وبالتالي اللي بيملكوا عربات نقل وخيول كانوا العوائل في دمشق واهلنا في دمشق يروحوا مثلا على الربوة، يروحوا على عين الخضرة، يروحوا على بسيمة، يروحوا على مثلا عتكية، بوابة الزبداني، نبع بردة، يروحوا على عين الفيجة الى اخره. اللي ما عندهم وسائل نقل بيروحوا مشيا الاقدام، بساتين الشاغور، بساتين كيوان مثلا، بساتين كفرسوسة، بيروحوا مثلا بساتين ابو جرش. ابو جرش يعني على حيطان اليوم الصالحية، على حيطان العدوي، استراد العدوي الى اخره. طبعا هي طبعا النساء تجهز اطايب الطعام والشراب، لكن هون في ملاحظة، في ملاحظة الاكلات مالحة حصرا. منها مثلا لانه ما في عطش، في افطار برمضان، في صيام بأثناء السيران أو التكريزة أو النزهة، أكلات مالحة، في مي، في بيشربوا مي إلى آخره. منها مثلا المقالي، الأولاد بتلعب أكيد، بتمرح وبتسرح، والآباء والرجال يلعبون البرسيس مثلا أو طاولة الزهر أو ورق الشدة، ورق اللعب، أو مثلا المنقلة أو إلى آخره. وهذا الكلام وثائقي، يعني مو مجرد كلام أريناه بالكتب، نحن شفناه ولمسناه بإيدنا، عرفتي كيف؟ بقى هن هاي هذا السيران بيأكلوا وبيشربوا كذا إلى آخره، كلهم في موقعه وكلهم في مكانه. دمشق هي الغوطة الشرقية والغربية بالحقيقة أينما اتجهنا، وهي حضرة الدنيا، وهي عاصمة لأكبر إمبراطورية إسلامية، ورمضان هو شهر الله وشهر القرب والقربات. نعم. بس اليوم الأيام اختلفت والظروف اختلفت، والقصص اللي كنت عم تحكيها هلأ عم نشوف بعض الصور على الشاشة. نعم. صارت من الذكريات، يعني يمكن اليوم نحن نغص وقت حضرتك عم تحكي. نعم. هيك أو وقت اللي منتذكر. نعم. أنه نحن بفترة ماضية كانت الناس مرتاحة، كان في بساطة، كان في. نعم. أريحية. نعم. بالطلعة، بالفوت، بالمأكولات، يعني كانت كل. نعم. ما تشتهي الأنفس نحن اليوم كنا بالماضية. نعم. كانت الناس قادرة. نعم. ولكن اليوم تغيرت الظروف. نعم. اليوم شو أهمية التكافل الاجتماعي بهذا الوضع الصعب، بهذا الضغط الاقتصادي اللي كثير من الناس عم بيعيشوه بفترة بالشهر الكريم خلينا نقول؟ هلا التكافل الاجتماعي عبر العام كله موجود،
واكبر مثال على الزلزال الله يرحم اللي توفوا. امين الله يرحمهم ويشفي الجرحى. اكبر مثال التكافل الاجتماعي والنكران الذات والمساعده والمسانده بالامكانيات المتاحه، لكن ذروه هذا الاحسان ونكران الذات والمسانده والمساعده والتكافل الاجتماعي هو في رمضان. رمضان هو حقيقه هو ليس رحله الى الجوع، هو رحله الى الايمان والتقوى الى الله. اكيد رحله، هو رحله الى المسانده. رح اجيب لكم انا امثله يعني تخص هذا الموضوع. وعن دمشق، ودمشق بتعرفوا انتم يعني عاصمه العواصم كذا. مثلا يعني نحن عندنا المحدث الاكبر في دمشق رحمه الله العالم بدر الدين الحسني الذي توفي 1935، له كلمه عندي عن رمضان. قال والله لو علم الناس قيمه رمضان عند الله واجر الخير فيه لسهروا الليالي بحثا عن صاحب حاجه ليقضوها له. اذا رمضان هو قيم واخلاق، وهي مسانده ومساعده، غير موضوع الزكاه والزكاه الفطر وموضوع هي. وبعدين هي السكبه انتم يعني نحن من اولى بصيغتها العاميه بصيغتها المعروفه السكبه هي موجوده بكل سوريا، لساتها موجوده طبعا. هلا ممكن انه عاده من العادات اللي احنا ما طلعنا منها، يعني هي عاده. ممكن تسالوني انه في عادات، نحن في عادات لسه موجوده طبعا. هي السكبه يعني في مناطق بسوريا مثلا بجنوب سوريا قبل رمضان هن بيعملوها، وبرمضان بيسموها وقت الكريم. وقت الكريم اسم. نعم، في بمناطق تانية بيسموها الطعمة. يعني إذا هذا الموضوع عام وليس في دمشق أو في غير دمشق. يعني الموضوع وعلى فكرة موضوع التكريزات ليست فقط على بدمشق، في حلب وفي دير الزور، منطقة الشرقية، منطقة الشمالية، حتى الاسم حتى الاسم ذكرتوني، حتى الاسم بحلب بيسموها شعبونية ما بيسموها تكريزة. بتعرفوا انتوا المسلمية وبساتين المسلمية ونهر اويق وكذا ومدري ايش وشواطئ نهر اويق وشواطئنا الجميلة بالساحل السوري وضفاف الفرات وكذا، كل الناس تتجه قبيل رمضان الى هلا. هو شعار التكافل الاجتماعي رمضان يعني معروف عنا نحن بتراثنا الإسلامي وبفقهنا وبشريعتنا، وهو شهر الله والشهر المعظم. من يمنح يمنح، صحيح، ومن يعطي يعطى، ومن يكون مع الضعيف الفقير يكون القوي الغني معه، فالتلاحم بالتراحم كثير مهم. هذه أكيد. قيم رمضان. استاذ خلينا نرجع شوي للطقوس الرمضانيه، نحكي اكثر عن المسحرات بين الماضي والحاضر. نعم، هلا هو المسحر، خليني اقول لكم يا بين قوسين مين هذا المسحر. المسحر والمؤقت لوقت السحر. نعم، المؤقت. هلا طبعا هذا الكلام ما بينصرف تبع المؤقت وما مؤقت، صار في وسائل حديثه وصار يعني في كذا. هو المؤقت والمسحر البعض بيصوروا احيانا باشكاليه معينه. لا، المسحر هو من العوائل المستوره، ابن صحيح. الحاره، وليس ابن زوات، هو انسان عادي وبسيط ومن العوام. وابن زوات ليس ابن زوات، بيطلع بيعرف الحاره بالبيت، بيدق على الباب، يا نايم وحد الدايم كذا، يا فلان في، يا فلان كذا، بيرد عليه فلان ايوه بيقول له وحد الله طلع الضوء كذا. إذا المسحر ابن الحارة، وما أكثر الحارات في مدننا السورية. كل حارة لها مسحر، وهذا المسحر يكرم عند السحور ويكرم. ما بيحط المجدرة فوق، هذا أحد حكي فاضي، هذا دراما للاستهلاك المحلي. يكرم عند السحور ويكرم عند الإفطار ويكرم عند العيد، وهو ابن، خلينا نقوله هيك، هذا ابن طبقة كادحة من ذوي الدخل المحدود ومن العوائل المستورة المسحر، وقد يجوز أبوه مسحر وجده مسحر. نعم، إذا إما يحمل طبلة أو طبل، لكن بكل مناطقنا بسوريا وحاراتنا الدمشقية القديمة أو بغير دمشق القديمة في مسحر يخص الحارة بيعرفهم بالاسم، في يا أبو فلان
يا ابو فلان طلع الضوء يا ابو فلان واحد الله الدراما نعم. حتى لو كان في شويه تغيير ذكرنا المسحراتي وقت نقول مسحراتي ما فينا ما نربطه بالحكواتي نعم. يمكن هاي القصه كثير صارت قليله واليوم نعم. ان وجدت كرمال احياء تراث كرمال نعم. انه اليوم بعد الافطار الناس تطلع نعم. وتشوف نعم. الحكوات يعني هو صار للصور لاسترجاع الذكريات نعم. القديمه قد ايه كان الحكواتي بفتره من الفترات هو الاساس بشهر رمضان لا بغياب السينما نعم. وبغياب المسرح آنذاك وبغياب وسائل الاتصال اللي عم نشوفها التلفزيون وما شابه معظم حارات دمشق بشكل خاص بيلتقى في قهوة وبيلتقى في حكواتي هو الحكواتي من اسمه مبين اللي بيحكي حكاية بيسلي الناس وبنفس الوقت يدعو إلى الفضائل ويدعو إلى الأمانة ويدعو صحيح. إلى الشجاعة ويحمس الناس ويختار قصصه من هذا التراث الغني العربي والإسلامي من أجل حتى من أجل التكافل الاجتماعي كان يعني وصل رسائل يعني طبعاً طبعاً للناس. رسائل طبعاً في غايات هلأ نحن تقريباً بأواخر الاحتلال العثماني وقف موضوع الحكواتي بقي موضوعه هو لخدمة التراث فقط نحن مهمتنا أحياء هذا التراث وبالتالي تسليط الأضواء على موضوع الحكواتي في بعض الأماكن لها الأمحافظة والحكواتي يعني هو الحكواتي ليس فقط من يحكي قصص ليسلي الناس هو رجال من الوجهاء وبيمون بالحارة بيحل المشاكل بيحل الأمور الخلافات العائلية خاصة أمور الإرث والكذا في عندي صحيح. معلومات من أجلها من موضوع تاني أما الحكواتي طبعا هلا الزير سالم وطبعا هلا الظاهر ببرس من ابطالنا نحن الظاهر ببرس البندقداري بطل معركه عين جالوت كذا عنترة العبسي الشجاعه الحماسه الى اخره اذا الحكواتي هو رجل الاعلام الخاص والرسمي انذاك بتوصيل رسائل معينه نعم أكيد بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم الباحث بالتراث مخلص محمود يسعد صباحك ونورتنا شكرا لحضورك اليوم ودائما نحن هيك برغم عجقة الحياة خلينا نقول ورغم ضغط الظروف بنحاول أنه نعيش كل مناسبة بطقوسها البسيطة وضمن الإمكانيات المتاحة رمضان كريم عليك وعلى أهلك وشكرا لحضورك اليوم الله يتقبل أعمالكم الصالحة شكرا للإخبار اللي صار يعني افسحتنا جمجان نلتقي عبر الشاشه مع اهلنا وناسنا تمام وبختام محطتنا الثقافيه رشا بدي اتمنى لك بقيه نهار حلو لك واكيد بقيه نهار حلو لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا اكيد شكرا لكل الاشخاص اللي تابعونا ولجميع كادر صباحنا غير ما ضل غير نقول انه نتمنى لكم صيام مقبول وان شاء الله كل دعواتكم مجابه تبقوا بالف خير وان شاء الله الافطار يكون شهي ان شاء الله وغني وخلينا نقول يا رب أكيد رمضان كريم بدي أقول لك شكرا هايدي بقيت نهار حلو لإلك رمضان كريم على كل السوريين وبدي عايد كل زملائي بالإخبارية السورية إن شاء الله يا رب هذا الشهر يكون خير علينا وعليكم يكون هذا النهار لكل الناس يحمل البركة والخير وجبران الخاطر لاقونا بكرة 9:30 صباحا ضيوف جداد وفقرات جديدة من هلأ لو أتكونوا بألف خير إلى اللقاء باي